بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن ونستكمل دروس Mastering Python and Artificial Intelligence مع درس جديد وهو Fake and Real News Classification، تصنيف الأخبار الحقيقية من المزورة. الأجندة إن شاء الله for today راح نتعرف على Fake and Real News، نعطيها Overview، بعدين نشوف الداتا ست راح نشتغل عليها. بعدين في عندنا ثلاث مشاريع. المشروع الاول اللي هو بنعمل كلاسيفيكيشن بروجرام، بنعطي اول شيء اي دي اي وعلى الوورد كلاود، بعدين بنشوف كيف نعمل الموديل تبعنا يوزنج الوورد تو فيكتور اند ال اس تي ام. المشروع الثاني اللي هو ال ان ال بي فور فيك نيوز ديتكشن يوزنج الكي نيبرز كلاسيفاير اند الجاسيان نايف بيس. المشروع الاخير راح نتعرف على البرنامج using multinomial in B and random forest classifier. الآن بوجود العديد من تطبيقات السوشيال ميديا والأخبار في النت في النيوز، ففي كثير channels اللي ممكن الواحد يأخذ منهم أخبار. السؤال الذي يطرح نفسه أنه هل نستطيع أن نميز بين الأخبار الحقيقية من الأخبار المزيفة؟ حقيقة الجواب نعم، إذا كانت عندنا داتا ست كبيرة ممكن أدربها بشكل proper way، يعني بطريقة صحيحة، ممكن أني أتنبأ أنه هذا الخبر صحيح أو هذا الخبر مزيف. عندنا هون راح نستعمل machine learning and deep learning both عشان to classify real news والfake news. وحقيقة راح استعمل عدة مفاهيم. المفهوم الأول اللي هو الوورد تو فيكتور، ال LSTM من ديب ليرنينج، ال LTK لايبرري جينزم لايبرري، الوورد كلاود لايبرري، راندوم فورست من المشين ليرنينج، الفيكتورز الكي نيبرز ليفر كلاسيفاير اند الجاسيان نايف بيس. هذول كلهم حقيقة راح استعملهم. فهذا الدرس حقيقة درس مميز للي بده يستعمل او يستعمل ال NLP ناتشرال لانجويج بروسيسنج مع ديب ليرنينج او مع المشين ليرنينج، كيف هاو تو يعني نوجد خليط معين حتى نعمل مثلا تكست كلاسيفيكيشن او ندخل على التكست ونعمل فيه شويه يعني مانيبيوليشنز، بلس راح نستعمل شويه اي دي اي اللي هو اكسبلوراتوري داتا اناليسز على بعض الداتا الموجوده عندنا. الان الداتا ست راح استعملها اللي هي موجوده على الكاجل ويب سايت، هنا راح اترك لكم اياها على الديسكربشن. بتيجي هون تعمل له داونلود، بس تعمل داونلود بيظهر عندك الزيب فايل الفيك اند ريال نيوز داتا ست، تعمل عليها انزيبنج، تحطها بنفس الدايركتوري ونفس الفولدر اللي انت شغال عليه. انا هي اسم البرنامج فيك اند ريال نيوز اللي بتشتغل عليه. فلما تعمل انزيبنج بيطلع عندك فيك دوت سي اس في وبيطلع عندك ترو دوت سي اس في. الفيك اللي هي الاخبار المزيفه وترو الاخبار الحقيقيه اللي هي ريال. الداتا ست بس ناخذ سناب شوت عنها. في عندنا اذا بتروح على الفيك تلاقي انه في تايتل، لاحظ التايتل كبير، في عندنا تكست، في عندنا سبجكت معين لهذا التكست لهي النيوز، وفي عندنا الديت. والترو هي نفس الشيء، في عندنا تايتل تكست وسبجكت وديت. فبنلاحظ انه في هون حقل كبير اسمه التايتل، وحقل كبير كمان في بيحتوي على التكست اللي هو النيوز التابع لهذا التايتل. فاحنا بدنا نشتغل عليهم ونعمل شويه مانيبيوليشنز لهي الفيلز ونعمل constructions لداتا سيتس بطرق معينه زي ما راح اشوف بالثلاث مشاريع القادمه. اول مشروع راح نشتغل عليه المشروع له فيك نيوز كليننج زائد وورد فيكتور زائد ال STM اللي هو 99 اكريسي، بعطيك 99 اكريسي which is great. البرنامج هذا موجود على هذا الويب سايت، بخلي لكم اياه على الديسكربشن، ممكن ترجعوا له عشان تعملوا داونلود له اذا بدكم تستعملوه. طيب نبدا بالبرنامج الاول، المشروع الاول اللي هو اول شيء نعمل امبورتنج للورنينجز عشان نوقف كل الورنينجز. نعمل امبورتنج للنمباي بانداز مات بلوت لايبرري سي بورن ان ال تي كي. طبعا اللي ما عنده هاي اللايبرز بده يعملها انستليشن. الانستليشن مثلا بده يعمل ان ال تي كي او ار اي او كلاود او وورد كلاود، بحكي بيب سبيس انستول مثلا وورد كلاود، فهاي بالكوماند لاين بستعملها راح تعمل انستليشن مثلا للوورد كلاود. نفس الشيء للريجكس للار اي، بتقول له بيب انستول ار اي بيعمل لك انستليشن. نفس الشيء للتي كي والاذر كمان لايبرز.
هنا راح نستعمل الكراس اللي هي بارت فروم التنسر فلو، او ممكن تستعمل حتى الكراس العاديه بدون ما تستعمل تنسر فلو، لكن هو مستعمل الكراس اللي موجوده بالتنسر فلو. فبده يعمل امبورت للتوكنايزر للباد سيكونس للسيكونشال وللاذر لايرز اللي بده يستعملهم، بعدين بده يعمل للترين تيست سبليت والكلاسيفيكيشن روبوت والاكيوريسي سكور. اول شيء بده يعمل بده يعرف الداتا سيت تبعت الفيك، فحكى له الفيك يساوي bd.read.csv الفيك.csv. طبعا هذا الفايل اللي احنا نزلناه واللي هو موجود على نفس الدايركتوري اللي هذا البرنامج موجود عليه. عمل برنت للهيد فطلع معاه هاي التايتلز وهي الداتا زي ما انتم شايفين هون. الان عمل هناك لوب بدي على الكاونت والكي للفيك subject.valueCount للiterate items subjects، قلنا subjects اللي هي موجودة بالداتا ست هاي، فبدي يعمل عليها print للكي والكاونت على subjects اللي موجودة بالداتا ست. فطلع معها هي، طلع معها عندك نيوز في 9050 نيوز على نيوز العادي بشكل عام، politics طلع 6841، وفي عندك left news، عندك government news، عندك US news، عندك middle east news. هاي عمل لوب عليهم. بده يعمل التوتال اللي هم fake dot shape of zero اللي هم التوتال اللي هو طلع عنده 23000 ريكورد و481 ريكورد عنده في الفيك نيوز. بده يعمل counting counts لهذول counts، بده يعمل شوية EDA. فهنا طبع plt.figure_size وعمل sns.countplot للsubject. اذا للsubject بده يعمل countplot للsubject والداتا اللي هي فيك. فطلع مع هذا الدياجرام اللي بين لنا كل الكاتيجوريز هاي للنيوز وقديش كل واحدة حجمها او قديش فيها كاونت. الان بدنا نتطرق لشيء كثير ممتاز اللي هو الورد كاونت، الورد او بسموها الورد كلاود. الورد كلاود والفيجر بيطلع معك بالطريقه هاي، الفيجر بيطلع معك بالطريقه هاي وبيبين لك اكثر كلمات متكرره في الداتا. فمثلا هنا اكبر كلمه متكرره اللي هي دونالد ترامب، لاحظ كيف هي ببينها بشكل كبير، والكلمات اللي تتكرر بشكل اقل ببينها بسايز اقل. فلاحظ مثلا according to، طبعا according to كلمه كثير تكتب، features image this الى اخره. لاحظ كيف هذا الفكر بسموه الورد كلاود، يعني بجوز شفتوه انتم على اكثر من مثلا مكان في السوشيال ميديا، في النيوز مرات بحطوه في نيوز بيبرز. فها من نستعمل الان الورد كلاود عشان نطلع الكلمات الاكثر تكرارا في الفيك نيوز. فاول شيء بقول له تكست يساوي امتي تكست الفور نيوز ان فيك دوت تكست دوت فاليوز، فروحت على التكست كولوم وبدي اخذ الفاليوز واضفت كل التكست على التكست هون، تكست يساوي بلس النيوز اللي هي هنا، فاضفت كل التكست الموجود عندي على التكست هذا، فصار هذا التكست يمثل كل التكست كولوم الموجود في الفيك نيوز. الان بعرف الورد كلاود يساوي وورد كلاود، عرفت الويث تبعه والهايت تبع الويث والفيجر هذا، عرفت الباك جراوند كلر اللي هي بلاك، وهنا الستوب ووردز يساوي ست ان ال تي كي دوت كوربس دوت ستوب ووردز، بدي اشيل ستوب ووردز دوت ووردز الانجلش دوت جنريت تكست. فهيك بدي اني تو جنريت التكست كله وبدي اقيم الستوب ووردز، او بدي اعمل جنريت للتكست كله الموجود عندي في الوورد كاونت. وخليت الفيجر سايز اللي هو بطريقه هاي 40 في 30، الفيس كلر كي الاتش كلر كي، وعملت هون بي ال تي دوت شو وورد كلاود شو وورد الايمج شو وورد كلاود، ببين معي هاي الدياجرام او الفيجر. وهون عمل الاكسس اوف وتايد لي اوتس عمل باد زيرو وعمل شو، واخر شيء بس سوى هاي التكست كله، بدي الغي التكست لانه بديش اخليه عندي بالميموري، فقلت له ديليت تكست. هاي طبعا الاوتبوت اللي طلع عندي هنا الفيك والريال نيوز بشكل مكبر. لاحظوا كيف كل الكلمات كيف طلعت وكيف، يعني هذا this is a يعني a good diagram where you can show انت تكرار الكلمات across the text اللي موجود عندك. الان انتقل لترو نيوز، فهنا عمل ريال نيوز الاخبار الحقيقيه، عمل bd.read.csv true.csv. هنا قرات الاخبار الحقيقيه
عشان بعد شوي ندرب الداتا على الاخبار الفيك المزيفه والحقيقيه. وانا طبعت الهيد، هي الهيد الموجود عندي هنا، والان بدي اشوف اللي الداتا الموجوده عندي اللي فيهاش ببلشرز. يعني اذا الداتا مش ما فيها ببلشر بدي احطه انا بالانون ببلشرز، وهسه بنشوف كيف نعمل هنا فور لوب على الورد تكست دوت فاليوز، ونعمل سبليت لهذا الماينس ساين. لاحظ انه الداتا الموجوده عندي بتكون في تكست، لاحظ كيف هي كثير مهمه. مثلا واشنطن راوترز وهي الماينس ساين، ذا هيد اوف والى اخره. فانا بدي اعمل سبليت هسه بين هاي عشان اني افصل مين هو الببلشر، هي الببلشر، وبين التكست نفسه. فعملت سبليت هنا، ممكن تعمل برنت، طبعا ممكن تعمل برنت، انا مش عامل شيء هنا. ريكورد اوف 1، ريكورد اوف 1 اللي هو هي التكست الموجود عندي، فبدي يطلع لي كل التكست الموجود عندي. وهون بعمل اسيرت انه النيوز ذا لين اوف ذا ببليكيشن بارت از جريتر ذان 260، وبعمل اسيرت لها. وهون الاكسبشن بصير عندي اكسبشنز بضيفه على الانون اندرسكور ببلشر، بعمل له ابند على الانون ببلشر. الان هنا بطبع كل الانون ببلشرز زي ما راح اشوف الان بالسلايد اللي بعدها. هاي عند طبع عندي بالسلايد هذا كل الانون نيوز الموجوده عندي، لاحظ كيف هاي كل طبعا هون في كمان داتا بس انا حذف عشان بس اورجيكم الانون ببلشرز كيف طلعت معي. الان هنا طبع في الريكورد اللي قيمته الرو اللي هو 8970، عمل له برنت، اي لوكيت هذا الريكورد، طلع انه في تكست فاضي. فبعد شوي بدي اشيل التكست هذا، بدي اشيل الريكورد هذا لانه التكست ما في تكست، بدي اشيله بس عشان ما يكون في عندي نل، التكست ما يكون عندي نل. فهنا انا عملت ببلشرز امتي، وعملت temp text يساوي empty text، وعملت لوب على الريال text values. هنا على الريال على الاخبار الحقيقيه اللي لسه شغال انا. واذا كان الاندكس ان الانون ببلشر، اعمل temp يساوي append على temp text، والببلشر append عليه الانون وكونتينيو. else if not، اذا ضيف لي على الببلشر انه append الريكورد اوف زيرو اللي هو لما عملنا سبليت، اللي هو لما تعمل سبليت لاحظ عملت سبليت، فزيرو اللي هو قبل الماينس هذا واللي بعدي اللي هو واحد، فالببلشر صار عندي دوت append الريكورد اوف زيرو. والتم تكست عملنا append ثلاث تكست بس من حاله، حطيناها في التم تكست، فصار عندي هنا ببلشرز وصار عندي هنا تم تكست الموجود، وفصلت الببلشر عن التم تكست عن طريق السبليت فايل هاي. والان الريال دوت ببلشر يساوي ببلشر، والريال دوت تكست يساوي تم تكست. فهسه التم تكست صار عندي كليند، والداتا كليند ومزبطه وموجوده في الريال دوت تكست. واضفت الببلشر كولوم جديد اللي هو حطيت فيه كل الببلشرز لهاي النيوز. الان شو عمل؟ عمل ديليت للببلشر والتم تكست والريكورد والنون ببلشرز، لانه صار عندي الان بمتناول اليد وظبطتهم ونظفت الداتا. عمل هنا برنت للهيد، هي طلع معي الهيد وطلع معي هنا في صار في ببلشر. وهنا بعمل تشيك لكل الامتي سترينجز الموجودين عندي بالريال داتا، فاذا التكست دوت سترايب سترب فاضي للتكست اعمل لي له برنت. فهون طبع لي بس هنا الامتي تكست اللي هو الريكورد اللي رقمه 8970، فهو عمل له دروب، قال ريال يساوي ريال دوت دروب، شال هذا الريكورد من ناشي لانه فاضي. وهون ممكن تعمل نفس التشيك على وين؟ هي الامتي فيك نيوز على الفيك نيوز، بشوف انه في عنده امتي سترينجز، وهون بطبع نمبر اوف امتي روز اذا طلع عنده امتي روز. وهون ممكن يطبع لك هون بس بدك تكتب هنا برنت، برنت فيك للتيل، ونمبر اوف امتي روز طلع 630. الان نتاكد كمان مره، نتاكد انه الريال ريال نيوز ريال ما فيها امتي، فهون هيو عمل نفس الجمله هاي اللي فوق، فما طلع معها اي شيء ولا عمل برنت لاي شيء. الان هون بعمل الكاونت للريال ريال نيوز، الاكس سبجكت طلع معاه البوليتكس نيوز هالقد، وطلع معاه الوورد نيوز هالقد. الان هون بده نسوي نفس الوورد كلاود اللي عملناه للفيك نيوز بس بده يعمله على الريال نيوز. فعمل تكست يساوي امتي سترينج، وعمل لوب على الريال دوت تكست فاليوز، وابندد التكست على التكست، فصار عنده كل النيوز جوا التكست فاليو. الان بعمل الوورد كلاود، بقول له وورد كلاود يساوي وورد كلاود
الويدث 3000، الهايت 2000، الباك جراوند بدي اسيه بلاك، وهنا بعمل له تكست جنريت للديتا، والفيجر يساوي بي ال تي دوت فيجر، الفيجر سايز 40 30، والفيس كلر كي، والايدج كلر يساوي كي، وهنا عمل ايمج شو للورد كلاود زي ما راح نشوف الان على السلايد القادم. هاي السلايد على الريال نيوز، لاحظ كيف اكثر شيء متكرر ذا يونايتد ستيت، دونالد ترامب، وسيد ذا، والى اخره. الان هنا عمل الريال داتا كلاس اوف 1، فالريال داتا صارت 1، الفيك نيوز صارت 0، فعمل نيو كولوم بالريال سماها كلاس وحطها واحد لكل كلها ريال هاي، والفيك حط لهم 0. لان هون عمل جوينت بين التايتل لريال دوت تكست، شو صارت ريال اوف تايتل زائد تكست، فالتايتل زائد تكست انحطت مكان التكست، والفيك تكست يساوي فيك تايتل زائد التكست. وهنا عمل دروب لكل الاذر تايتلز، السبجكت ديت والتايتل والببلشر، وعمل دروب كمان الفيك سبجكت ديتا تاي او تايتل، وهنا عمل ابند للريال للفيك نيوز، فصار عندي انا كل الداتا تبعت الريال وتبعت الفيك وين موجوده بالداتا. فهنا بعمل ديليت للريال وبعمل ديليت للفيك، لانه صار عندي بس الداتا تحتوي على كل الداتا اللي هم ريال والفيك. الان هنا بعمل داونلود لل NLTK للستوب بوردز وال NLTK داونلود للبنك تي، اذا انا مش عاملهم يعني داونلود، اذا مش عاملهم داونلودنج بس بشيل هذول الكومنتس الهاش من هنا، بشيلها من السطرين هذولا وبخليه ينزل لي اياهم مره واحده بس، اذا بينزلوا مره واحده اذا ما في داعي اعيدهم كل مره. هلا تو ريموف الستوب ووردز بقول له واي يساوي داتا اوف كلاس دوت فاليوز، هون بعمل كونفرتنج الاكس تو فورمات اكسبتبل باي جينزم، مشيل بعدين عشان تشيل البنكتويشنز ستوب ووردز بعد زي ما راح نشوف الان. الاكس صارت اذا الواي عباره عن الكلاس اللي هو الليبل، فهيك الواي. الاكس هسه بدنا نعبيها الداتا اللي تبعتي، اول شيء بقول له ستوب ووردز يساوي ست ان ال تي كي دوت كوربس دوت ستوب ووردز دوت ووردز انجلش، وتوكنايزر اللي هو ان ال تي كي توكنايزر ريج اكس بي توكنايزر. هي عرفت الستوب ووردز وعرفت التوكنايزر، وهون بعمل لوب على التكست تبعت الداتا الموجوده عندي، تم بيساوي فاضيه، والسنتنس يساوي ان ال تي كي دوت سنت سنت اندرسكور توكنايز ال الديت الموجودة عندي على أول رو موجود عندي، توكنايز إذا في عندي أكثر من سنتنس، وبين إيش سنتنس اعمل لي سنتنس أول شيء لور كيس، اعمل لي إياها لور كيس، والتوكنايزر اعمل لي توكنايز للسنتنس، فلتر ووردز دبليو دوت ستريب فور دبليو إن توكن إف دبليو نوت إن ستوب ووردز، فبضيف الوردز اللي مش ستوب ووردز، إذا ستوب ووردز بعملها سكيبنج، وبعمل تبدأ اكستند الفلترد وورد، صار عندي هون الفلترد وورد كل سنتنس موجود عندي، بضيف السنتنس هاي على الاكس دوت ابند حتى يعمل عليها اللوب على كل الاذر سنتنسز وعلى كل الاذر تكست الموجود عندي بالطريقه هاي. لهنا عملت امبورت للجنزم، لاحظ مش نازله بتعملها بيب انستول جنزم، طبعا جنزم انا عامل عليها درس خاص، اللي حاب يدخل عليها يرجع على الجنزم درس الجنزم بفهم الأشياء الأساسية الموجودة بالجنزم. الـ Embedding Dimension يساوي 100. الـ Word to Vector Model اخترت الموديل اللي جوه الجنزم of Word to Vector، حولت Word to Vector الـ Sentences اللي هي الـ X اللي اشتغلت عليها، والـ Size الـ Embedding Dimension الـ Windows 5 والـ Mini Count 1. الآن الـ Vocabulary ممكن تعمل هنا Print، طبعاً Print Lin للـ Word to Vector underscore Model dot Vocab، ممكن تعملها طبعا برنت عشان تظهر معك قديش طلع معك هنا اللين، وهنا عمل برنت للوورد تو فيكتور موديل لكورونا. هسه هنا في سامبل من نشوف مثلا لكورونا ايش الوورد تو فيكتور، هسه بنشوفه على السلايد اللي بعد هذا، هذا بس عباره عن سامبل، ممكن مثلا تختار اي وورد ثاني موجوده بالتكست وطلع لك الوورد تو فيكتور. هاي الوورد تو فيكتور للكورونا طلع معك بالطريقه هاي زي ما انتم شايفين. الان هنا عمل print word to vector model word to vector most similar لإيران، هنا بدك طلع لي most similar to إيران. هذا طبعا فيتشر مهمة جدا في الجنزة أو في الـ NLP. إيران مثلا هون تلاحظ كيف شو طلع معي، طهران، إيرانيانز، نيوكلير، إلى آخره، لاحظوا كلهم عبارة عن أشياء related لإيران.
ونفس الشيء للاف بي اي والفيسبوك والكمبيوتر. وهنا عمل يو اس بريزيدنتس، عمل فيد، فبده يظهر الورد سيميلر تو البوزيتيف ووردز ترامب اوباما كلينتون، وراح يظهر معي بالسلايد اللي بعدها. هاي ظهر عندي هنا للبريزيدنتس اللي هم الورد تو فيكتور. الان نكمل البرنامج. طبعا هون بنعمل توكنايزنج وبدنا نستعمل التكست تو سيكونس، فقلنا له توكنايزر يساوي توكنايزر، والتوكنايزر فيت اون تكست اللي هي الاكس داتا، لانه الاكس هي تحتوي على كل الداتا اللي بيشتغل عليها. هون قلت له الاكس يساوي توكنايزر دوت تكست تو سيكونس اكس، فلما اقول له برنت اكس اوف 0 اعطيني اول نيوز، اعطيني اول 10 كلمات، طلع لي هاي كله السيكونس الموجود للوردز. لاحظ كيف؟ اذا اول نيوز موجوده عندي، السيكونس للوردز كانت عباره عن هاي الفاليوز الموجوده عندي. هنا ممكن اعمل لوب عشان اطلع الانديسيز، الاندكس لكل ووردز. فهنا بقول له وورد اندكس يساوي توكنايزر دوت وورد اندكس، وبعمل لوب على الوورد اندكس دوت ايتمز، وبطبع الوورد والسيكونس تبعها، هي النمبر تبعها، سيد 2 بريزيدنت 3 وولد 4 وهكذا. هنا بدنا نعمل الهيستوغرام، بدنا هيستوغرام نطبعه. فقلنا له بي ال تي دوت هيستوغرام لين للاكس فور اكس ان اكس البنز 500، فطلع معي الهيستوغرام بالطريقه هاي. ومنلاحظ انه في عندنا الكلمات في نيوز في الكلمات اكثر من 700، فهنا بنشوف انه اذا بنعمل ان او الاس يساوي نمبر اري لين اكس فور اكس ان اكس، واطبع لي لين اوف نويز اقل من 700، طلع لي تقريبا 44000 فيهم لس دان 700 ووردز. ف والباقيات اللي هم 48، يعني هم 48 ناقص 44 بضل عندي 4000 بس اللي فيهم الكلمات اكبر من 700. فعشان هيك هسه بدي انظف الداتا واخلي بس الكلمات اللي عندي او النيوز اللي عندي لا تتجاوز ال 700. الان بنكمل البرنامج. هنا بنعمل ماكس لينث اللي هي 700 قلنا عنها للباد اوف اندرسكور سيكونس للاكس. فنقول له برنت، نقول له نطبع وش برنت لين اوف اكس اوف 0، بطلع معي 700. الان هنا الفوكاب سايز يساوي لين للتوكنايزر دوت وورد اندكس زائد 1. بنعمل هنا جيت ويت ماتريكس عشان نمرقها بعد شويه بالسلايد اللي جاي على الامبيدنج. فوديت الموديل والفوكاب، الفوكاب سايز يساوي لين للفوكاب بلس 1، وعملنا هنا الويت ماتريكس زيروز للفوكاب سايز والامبيدنج دايمنشن، وبنعمل لوب على الفوكاب ايتمز ونضيف الويت ماتريكس اوف اي يساوي الموديل اوف وورد، ونعمل ريتين للوورد للويت ماتريكس. الان نستدعي الجيت ويت ماتريكس امبيدنج فيكتور، اللي هو الامبيدنج فيكتور اللي بدمرقه الان هون بالويت تبع اللاير اللي هي الامبيدنج. بقول له الامبيدنج فيكتور يساوي جيت ويت ماتريكس دبليو 2 في موديل والوورد اندكس اللي عرفناها فيو سلايدز باك. الموديل تبعه هو سيكونشال، وعرفت اول نون ترينبل امبيدنج لاير اللي هي الامبيدنج، عرفت فيه الفوكاب سايز والاوتبوت دايمنشن اللي هو امبيدنج دايمنشن، والويت اللي هو الامبيدنج فيكتور، والانبوت لينث اللي هو الماكس لينث الموجود عندي، والترينبل يساوي فولس. عرفت ال اس سي ام واليونت 128، وعرفت الدنس اخر لاير اللي هي سيجموند زي ما انه 0 اور 1 زي ما انتم ملاحظين. وهنا عرفت الكومبايل الاوبتمايزر يساوي ادم، واللوس اللي هو الباينري كروس انتروبايل انه 0 1، والماتريكس اللي هي ACC. وبعدين عملت خلاص ما بدي الامبيدنج فيكتور، فعملت لها ديليت، عملت سمري لللايرز، طلعوا معي هي اللايرز الموجودين الامبيدنج ال STM والدنس الاوتبوت. وهنا بعرف الاكس ترين والواي ترين عشان الان اعملهم فيت، فاكس ترين واي ترين يساوي ترين تكست للاكس والواي، وعملت فيتنج اللي هو تريننج، وخليت الفاليديشن سبليت يساوي 0.3. فالفاليديشن سبليت للاكس ترين والواي ترين خليت في عندي فاليديشن قيمها تقريبا 30% من الداتا كلها. وهون بدي اطلع الاكيورسي، واي بريد يساوي موديل دوت بريدكت الاكس تيست اللي اذا كانت اكبر او يساوي 0.5 از تايب انتجر، وطبعت الاكيورسي طلعت معي 99%. برنت الكلاسيفيكيشن ريبورت طلع معي بالطريقه هاي، هي بريسيجن ريكول اف 1 سكور والسبورت، وطلع معي هون الاكيرسي اللي هو 99%. بنلاحظ هيك خلصنا هذا البرنامج. البرنامج كان حقيقه خليط من اللايبرز، واللي بده يشتغل عليه بده يكون فاهم بالضبط شو كيف تعمل كونستراكت لهي الايتمز
وكيف يعمل اللايرز وكيف يدخل على اللايرز القيم كلها. وننتقل الآن إلى المشين ليرنينج ونشوف كيف نعمل الحكي هذا بالمشين ليرنينج. المشروع الثاني اللي بنتكلم عليه اللي هو الـ NLP for Fake News Detection، وهي اللينك تبعه. أول شيء بدنا نعمل هنا import من NumPy import pandas، وعملت هنا true news اللي هي true.csv والfake news اللي هي fake.svc اللي هو عن طريق الباندا، وعملت print للhead زي ما راح نشوف الآن بعد شوية. true news class يساوي 1 والfake class يساوي 0، وهنا عملت print ltn head وزي ما راح نشوف السلايد اللي جاي، وهنا عمل concatenate tn والfn 4000 4000، الهيد بس اخذ 4000 نيوز من الهيد واخذ فيك 4000 نيوز وحطهم بالدي اف، وعمل برنت للدي اف، وبعدين عمل سامبل بده يطبع السامبل لفراك 1 هلا بنشوف كيف راح يطبعه، وعمل هنا دي اف نيوز يساوي تايتل، تايتل زائد سبيس زائد تكست زائد سبجكت، فاخذ التايتل والتكست والسبجكت وميرج ذم ان وان تايتل سماها دي اف نيوز. هاي الاوتبوت نلاحظ اول شيء الهيد تبع الداتا كيف كانت، بعدين صارت عندنا هنا الداتا بعد ما عملها مانيبيوليشن، وهنا كمان الداتا بعد صار عندي هون كلاسز، لاحظ كلاسز لترو، هنا كلاسز للداتا، بعدين هنا عمل سامبلز وعمل ميرجينج للداتا، هي كانت هون اول شيء واحد بعدين زيروز، صارت هون زيروز 1 مع بعض مخلصة تخليط، وهنا اخر شارت نيوز عنده تايتل اللي فيها الداتا كلها الموجودة وفيها النيوز. الآن نكمل البرنامج، عمل import لل regex وعمل import لل NLTK والcorpus، عمل import لل stopwords والsteam، عمل word لل wordnet limitizers وعرف limitizer اللي هو TL يساوي wordnet limitizer، والcorpus اللي بدأ عمله constructions الآن خلاه empty ومشى على من 0 ل 8000 ريكورد، لانه انا عندي 4 و4 8000 صار ريكورد، فعمل هنا line يساوي regex.sub للداتا هاي زائد الامتي سترينج والدي اف، الدي اف للنيوز اوف اي، عمل line lower وعمل split، عمل split للداتا، وعمل هنا limitizer للwords for word in line if not word of stop words، فشال stop words واخذ الwords كلهم حطهم في اللاين، عمل جون لللاينز توجذر وابندد على الكوربس، فصار الكوربس عندي هي مجموعه كل اللاينز الموجودين في التكست اللي هم 8000. الان عملنا امبورت للكون كاونت فيكتورايزر، فسي في يساوي كاونت فيكتورايزر والاكس يساوي سي في دوت فيت ترانسفورم الكوربس تو اري، وواي الواي اللي هي الكلاس اوف فاليوز، فالواي اللي فيها 0 1 وصفت عندي الاكس اللي فيها اللاينز والكوربس اللي عملته كونستراكشنز هون، فعملت كوربس هنا وضفته صار هو اللي عباره عن اكس وصار عندي واي، فالديتا الان شبه جاهزه اني اشتغل فيها. الان هنا عمل ترين تيست سبليت، هلا الاكس ترين والاكس تيست والواي ترين واي تيست يساوي داتا سبليت الاكس والواي اللي عرفتهم ربي شوي من الكوربس، وعمل تيست سايز يساوي 20% للتيست والباقي كله 80% للتريننج. عمل هنا بده يستعمل الجاسيان نيف بيس هيعرف الموديل، هون عمل له تريننج وهنا طلع السكور، فالسكور كانت عباره عن 93% which is very good بالنيف بيس، صار عندي 0.93. بده عمل هنا سيبورن، عمل امبورت للسيبورن، عمل للكونفيجن ماتريكس المات بلوت لايبرري، عمل بي ال تي الاس في ام بريدكت فاينل دوت بريدكت الاكس تيست، والاس في ام اندرسكور كونفيوز يساوي كونفيجن ماتريكس اكس تيست اس في بريدكتد، والدي اف سي ام يساوي البي دي دوت داتا فريم دوت سي اس في دوت كونفيوز. هاي هنا عمل الهيت ماب للكونفيجن ماتريكس، طلعت مع الكونفيجن ماتريكس بالطريقه هاي، وعمل هنا برنت للكلاسيفيكيشن ريبورت زي ما انتم ملاحظين طلع معاه ال 93% اللي اشتغلنا عليها. يعني هي الكي نيبرز كي نيبرز كلاسيفاير بنستعمله الان، فعمل هنا كولينج للموديل وعمل فيت للموديل،
عمل فت للموديل، عمل تريننج للموديل اللي اكس ترين واي ترين، عمل هنا برنت للسكورنج طلع معاه 77%، عمل امبورت للسي بورن اس بي والاس كي ليرن دوت ماتريكس امبورت كونفيجن ماتريكس، الامبورت لايبرري الامبورت مات بلوت لايبرري عمل امبورت عشان يعمل الرسمه تبعت اللي بده يشتغل عليها، والكي ان ان بريدكت اللي هو الفاينل دوت بريدكت الاكس تيست، والكونفيوجن ماتريكس اللي هي للواي تيست والكي ان ان بريدكتد عشان هسه نطبعها، والدي اف يساوي بي دوت داتا فريم الكي ان ان كونفيوجن ماتريكس. فلاحظوا انه هون بالكي نيبرز طلع 77% وايل بالنيف بيز طلع معنا 93%. وهي عندنا الهيت ماب الكونفيوجن ماتريكس لاحظوا هيها، وعندنا هون الكلاسيفيكيشن ربح طلع معها تقريبا الاكيوريسي 78% تقريبا 78%. الان ناخذ المشروع الثالث والاخير في هذا الدرس، والمشروع هذا موجود في هذا اللوكيشن ممكن ترجعوا له اذا حابين تستعملوه. الان نشوف التفاصيل لبرنامج الثالث والاخير. بنعمل امبورت للنمباي بانداز مات بلوت سي بورن ريجكس من ال تي كي، من ال تي كي مختار اشياء معينه، ومن الاس كي ليرن مختار اشياء معينه كمان اذا بنستعملهم. وهذا البرنامج صمم عشان كمان يكمل عليه بعض الشغلات الاذر الجوريثمز، فبي بعض الشغلات راح نستعملها وفي بعض الشغلات مش راح نستعملها. عمل هنا الترو نيوز اللي هي ترو دوت سي اس في، والفيك اللي هي فيك دوت سي اس في. عمل نيو كولوم اسمها امبريشن انه 1 للترو والزيرو للفيك. عمل كونكاتينيت للترو والفيك سماها داتا رو، فالداتا رو الان تحتوي على بوث الترو والفيك، لان الداتا رو دوت فول تكست اللي هي جويند التايتل مع التكست، حط التايتل مع التكست وخلاها باسم فول تكست، بعدين عمل دروب للتايتل والتكست. والداتا تساوي الان الداتا اللي بدي اشتغل عليها داتا رو فول تكست والامبريشن، فصار عندي انا الداتا اللي بشتغل عليها الان اللي هي مكون من تو فيلدز او تو كولومز الفول تكست والامبريشن. الداتا يساوي داتا دوت ريست اندكس، وعمل دروب للاندكس. الان هنا عمل برنت لداتا دوت از نل، فهنا طلع معي انه ما في نل، فول تكست يساوي زيرو اللي هم الصم للكاونت از نل، والاز نل للامبريشن كمان ما في شيء which is good. وعمل هنا داتا كونتينز الروز والكولومز، هي الروز 44000 تقريبا او 45000، وعندي تو كولومز. الان ترو تكست سواها يساوي الداتا اللي بتكون امبريشن يساوي 1 للفول تكست، والفيك تكست يساوي الداتا لما تكون امبريشن يساوي 0 للفول تكست، والفيك تكست سوى الريست للاندكس ودروب الاندكس من الفيك تكست. لان هنا عشان يعمل الوورد كلاود وورد كلاود، فبدي يعمل الميجر ووردز، بدي يعمل اكستراكت للميجر ووردز، فعمل ديفاين الوورد كلاود ووردز، فعمل عده فانكشنز، عمل ريموف للبنكتويشن عن طريق السترينج دوت بنكتويشنز، هيو عمله هنا ريموف، وريتن سترينج بدون البنكتويشنز زي مثلا اشارات التعجب زي الدوت زي الى اخره. وهنا عمل لوب عليهم على كل اللين للداتا فول الاكس داتا فول، وعمل ريموف كولد لهذا الفانكشن، فعمل كولنج لهذا الفانكشن. نفس الشيء هون عمل للستوب ووردز، عمل اول شيء بترن هون بالريجكس، وعمل هنا ريموف للستوب ووردز ابلاي هاي اللي هي الستوب ووردز، لاحظ كيف هون عمل ريموف، هون عمل لوب على الفول تكست عشان يعمل ستوب ووردز. هنا عمل توكنايز للووردز كمان، وهون عمل لوب عشان يعمل توكنايز للووردز، وهنا عمل ليميتايزرز، اول شيء عرف الليميتايزر اللي هو وورد نت ليميتايزر، وعرف ديفاين الفانكشن للوورد بيرجع لك الووردز اللي هم ليميتايزر دوت ليميتايز الووردز، بيعمل ليميتايزيشن. وطبعا هاي الكونسبتس اللي مش عارفها بده يرجع للان ال تي كي والجنزم الدروس الجنزم والان ال تي كي عشان يفهم شو بيعمل الليميتايزر. والاكس داتا فول ليميتايزر الووردز، عمل لوب عشان يعمل الليميتايزر للووردز، ورجع بعدين اخر شيء الاكس داتا فول ليميتايزد ووردز. وهنا عمل ترو ووردز يساوي كلاود ووردز لترو تكست، وعمل الفيك ووردز يساوي وورد كلاود ووردز للفيك تكست دوت فول تكست. فالان بده يعمل بلوت، فعمل بلوت هنا للوورد كلاود
تريبيتس هذولا، الباك جراوند يساوي بلاك، ماكس وورد يساوي 3000، الوث 1600 والهاي 800، وعمل هنا السي ال اف وعمل ايمج شو، وهنا عمل بس الفيجر سايز ونادى مره البلوت وورد كاونت للترو ووردز ومره للفوك ووردز، وراح يطلع مع النتيجه كما يلي بالتو سلايدز الجايه. هاي عندي الوورد كلاود للترو ترو نيوز، وهي كمان للفيك نيوز. الان هنا بدي اسوي الموديل، بدي اسوي اخر شيء، وعشان بعدين يقسم الداتا انتو اكس ترين واي ترين. فسيمبلي اول شيء كتب انه الاكس داتا يساوي داتا اوف الفول تكست، والواي داتا يساوي داتا دوت امبريشنز، فصار عندي اكس داتا واي داتا، والاكس داتا يساوي الاكس داتا دوت، خليها تكون الداتا تايب عباره عن سترينج. هسه هذا الفانكشن تقريبا نفس الفانكشن تبع الكلاود وورد، بس بده يعمله على الاكس داتا، وعشان يعمل كولينج للموديل وينهي الموضوع. فسمى فاينل، عمل ريموف للبنكتويشنز وهي عملوا كولينج، والستوب وورد هاي كمان عمل الستوب وورد كولينج باللوب، وعمل توكنايز للوردز هاي عمل، وعمل ليميتايزر نفس اللي شرحناه قبل شويه، بس بده يعمله على الاكس داتا. وهنا بس ايش بده يزيد عليه؟ زاد عليه كرييتنج للباج اوف وردز، فعمل سي في يساوي الكاونت فيكتورايزر ماكس فيتشرز اللي هي 1000، والاكس داتا فول فيكتورايزر يساوي ترانسفورم فيت للسي في، وعمل هنا التي اف اي دي ترانسفورم، وعمل للاكس داتا فول تي اف دي ترانسفورم، فهيك الداتا صارت جاهزه حتى قسمها للداتا. فهون الداتا اللي هي الفاينل داتا اوف اندرسكور اكس، اللي هي الفاينل داتا اللي زبطها وعمل كليننج للسب وردز والبنكتويشنز والاخره. وهون عمل السبليت للداتا، الاكس ترين واكس تيست والواي ترين واي تيست، عملها الاكس داتا اكس والواي داتا، وعمل سايز تبع التست اللي هو 25% تيست وال 75% اللي هي الداتا. لان هنا عمل كولينج للمالتي نوميال نيف بيس، عمل تريننج عن طريق الفت، وعمل بريدكشن عن طريق الام ان بي دوت بريدكت للاكس تيست، وطبع الكلاسيفاير ريبورت والكونفيجن ماتريكس زي ما راح نشوف الان بعد شوي. وهنا راندوم فورست كلاسيفاير، وعمل تريننج للفت، وعمل هنا بريدكشن، وطبع لي كلاسيفيكيشن ريبورت للواي تيست والبريدكشن تبعته والكونفيجن ماتريكس. هاي الاوتبوت النيف بيس طلع عنده 93% الاكيوريسي، والراندوم فورست طلع معه 99% اكيوريسي، والراندوم فورست مشهور انه بيطلع اكيوريسي عاليه. وهي الكونفيجن ماتريكس للراندوم، وهي للراندوم فورست، وهي الكونفيجن ماتريكس للنيف بيس. وهيك بنكون خلصنا هذا البرنامج ومرينا على عده افكار وعده ايدياز. هيك المشروع فور الفيك نيوز ريال نيوز كلاسيفيكيشن انتهى، وبلقاكم ان شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.